اليوم جئنا إلى مستشفى الصدر العام في محافظة ميسان لزيارة أخواننا من شيعة أمير المؤمنين الذين تعرضوا إلى العدوان الغادر الجبان الإرهابي. هيدا شنو عملك؟ أنا أشتغل ما صمون علي. نعم. هجيب الشاي وجيت من جيب الشاي في السيارة. نعم. وما أدري بالسيارة شنو ماشين. يعني عامل بلدية بالتنظيف استهدفتك السيارة المفخخة. وصف لنا، خلي الناس تسمع، خلي الناس تشوف، يعني أنت لا مسؤول بالدولة ولا صاحب كتلة. ما انتبهنا إلا صاعقة جدنا نار شظة ما أدري تعرف شنو. بعد ما أدري أنا فقدت. أنا أقول كل من يعني حرق قلب الوالدة على ابنها بس ندعم رب العالمين يحرق قلبهم، مو بس بزرهم، بنفسهم هم اللي يتعدون على شيء غلط ويأثرون على الشعب العراقي. والله رسالتي هم لو شيء يسوون هم يظلون الأنذال وجبنا، والشعب العراقي هو متعود بعد عادة عدة صارت بعد ما يخاف من أي شيء. يعني شنو ضربني اليوم ضرب ذاك ضرب ذاك، شنو يريد يسوي؟ يوقف العمل؟ ليش يستهدفون الشيعة بالذات؟ لأنها على الحق. شنو الغاية من هذا اللي يدفعهم النواصب لهذا الأعمال الجبانة؟ والله احنا سائرين على نهج الإمام علي. نعم. وعلى الولاية. نعم. وما نعوف الولاية مهما فعلوا مهما أرادوا مهما سووا، والله سائرين على نهج الإمام علي. وشعتهم قليسون النواصب، واحنا شيعة وشيعة وما نتنازل أبداً أبداً.